مساء الخير يا بابا. بابا انا عملت ايه عشان ده كله؟ وماما كمان عملت ايه؟ انا مش شايفه ان في مشكله، يعني هتفضل كده على طول ما بتكلمناش؟ والله العظيم ما كنت تحلفيش، ما تحلفيش يا هبه، ما دام بتكدبي ما تحلفيش. بابا الاتيكيت ده عيب، انا ما ضرتش ماما. لا ضرتيها، انت مالك بيها؟ حد سالك؟ حد جه جنبك؟ مالك بيها؟ هي عجباني يا ستي، عجباني بكل حاجه بتعملها، باللي بتقوله باللي ما بتقولوش، بشكلها بجهلها عجباني. بس يا بابا انا ما كانش قصدي والله. خلي بالك، انا الحق عليا، الحق عليا اللي دخلتك مدرسه امريكانيه ومدارس لغات. ها ما تهتميش انت الا باللكنات والبتاعات، ده بس اللي بتهتم بيه. ها انا الحق عليا، كنت فاكرك ذكية، ها؟ للأسف، للأسف، كنت فاكر إن أنتِ هتتعلمي إزاي الخواجة بيفكر، بيفكر مش بيعيش، لكن لا، لا يا حبيبتي، تعملي اللي أنتِ عملتيه ده، ها؟ أمك، أمك المسكينة اللي بقاها خلاص لما كبرت، لما عجزت، والله يا بنت انت عندك عقدة نقص، ويديني انت عندك عقدة نقص. شكرا يا بابا، مع السلامة. هبة ما تكلمنيش بعد كده، فاهمة؟ لساني ما يجيش على لسانك لاني زعلان مني، زعلان. تابع جميع حلقات هذا المسلسل على فيو.